وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على بركة الله. المحاضرة الثانية المباشرة لمقرر أساسيات البحث العلمي. مع العلم أنه في المحاضرات هذه سوف نتطرق إلى الفصل الرابع، الاستقراء والاستدلال والمقدمات والنتائج. سوف أيضا نسلط الأضواء على صياغة الفرضيات واختبارها المحاضرة الخامسة، وسوف أيضا نخصص الوقت لمناهج البحث العلمي الفصل السادس، وأيضا الفصل السابع العينات. هذا مع العلم أنه في خلال هذه المحاضرة سوف أيضا يعني نخلي لكم شوية وقت لكي أفسح لكم المجال لكي تتمكن من طرح الأسئلة التي يمكن فيها بعض القلق لكم، أو بعض الضبابية، أو أسئلة ليست واضحة، أو نقاط ليست واضحة تودون أن أطرحها بشكل آخر، أو أن أختار وسيلة أخرى لإيصال المعلومة بكل فعالية. أظن أن الصوت واضح، الصوت ما في مشكل في الصوت؟ ما في مشكل في الصوت؟ واضح، أوكي، الصوت واضح، ولكن المشكل أنه ما فهمتش ليش لازم كل مرة ندخل الروم، يعني في الروم تشات ما في كل الأسئلة تجيني على الروم تشات، الأسئلة يجيوني كل واحد وحده، يعني كل طالبة رقمها وحده اللوطة، فهذا شيء يعني يزعج لأني ما نقدرش نشوف الأسئلة متاعكم، نشوف في واضح 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 واضح، ولكن بطريقة غريبة شوية بعض الشيء. أنا في انتظار الأسئلة متاعكم. إذا في أسئلة ما فهمتش ليش كده الروم ما يجينيش لكل الأسئلة. ياسين هنا شفت لازمني كل مرة أنا مضطر ندخل لكل طالبة، يعني ويمكن أنا يعني لما يتجاوز الأمر 10 15 طالبة تولي الأمر شبه مستحيل. شكرا. ما علينا، الطاقم الفني وصلت له المشكلة هذه، وهو بصدد إيجاد حل لنا لكي نتمتع أكثر بالأسئلة والأجوبة. ما نعرفش إذا تحبوا نعمل بعجالة ما شفنا في أو ما تطرقنا له في هذه في الأربع محاضرات اللي سوف نتداولها اليوم. مثلا في الاستقراء والاستدلال شفنا أنه يعني تعرفنا على المفاهيم التجريدية والمفاهيم الإجرائية. مثلا أيضا شفنا أن الاستقراء هو من الخاص إلى العام، أوكي. أما يعني مثلا خذينا المثال عن الاستقراء، الغراب الأول أسود، الغراب الثاني أسود، الغراب الثالث اللي عرفناه أسود، أي غراب يكون أسود. ولكن إذا النظرية اللي نستطيع أن نضعها هي أنه كل الغربان هي سوداء،
يكفي أن يظهر غراب واحد بلون آخر، مثلا غراب وردي، شيء لغاية عادي، وتسقط النظرية في الماء. هذا الاستقراء، يعني من الخاص إلى العام. أما بالنسبة للاستدلال، الاستدلال فهو يعني أنه الإنسان العكس، يمشي من العام إلى الخاص، وهو البرهان الذي يبدأ من قضايا يعني مسلمة ويسير إلى قضايا أخرى. يبدأ الاستنباط بالنظريات التي تستنبط منها الفرضيات، ثم ينتقل إلى عالم الواقع بحثا عن البيانات لاختبار صحة الفرضيات. وخذينا المثال، كل الناس يموتون، أحمد إنسان، إذا أحمد سوف يموت. أوكي، هذا ما شفناه بالنسبة للمحاضرة الرابعة، الاستقراء والاستدلال والمقدمات والنتائج. بالنسبة للمحاضرة الخامسة، صياغة الفرضيات واختبارها، الفرضية هي تصور أولي كما قلنا، هي احتمالات، مجموعة احتمالات. التصورات، هذه الاحتمالات الأولى تسمى الفرضيات. مثلا أيضا إذا سألنا أنفسنا لماذا نحتاج إلى فرضيات، لأنها تعطي للباحث أكثر تفسير، وخاصة تفسير أولي للظاهرة، وتوجه الباحث، وتوفر الوقت للباحث، وتفسر العلاقات بين المتغيرات. تعرضنا أيضا إلى بعض الأنواع من الفرضيات، هي فرضية الإثبات وفرضية النفي. كما أن شفنا أيضا شروط الفرضيات العلمية، وهي توافق الفرضية مع الحقائق العلمية. الفرضية تأتي في صيغة تمكن من اختبار أيضا صحتها، والفرضية تكون واضحة وتكون شاملة للبحث، وخالية خاصة من ما يسمى بالتناقض. وضرورة تناسق الفرضية مع هدف البحث. أما بالنسبة للمحاضرة السادسة، وهي مناهج البحث العلمي، شفنا المنهج الوصفي، وشفنا أيضا أنماط البحوث الوصفية مثل المسح والمسح الاجتماعي ومسح الرأي العام وتحليل المضمون، وعملنا دراسة الروابط والعلاقات ودراسة الحالة والدراسات العلمية، وشفنا أيضا سلطنا الأضواء على المنهج التجريبي وخطوات المنهج التجريبي. الخطوة الأولى هي صياغة مشكلة البحث، الثانية صياغة فرضية الدراسة، ثالثا إعداد تصميم تجريبي يحتوي على العلاقات والمتغيرات المراد استخدامها واختيار عينة الدراسة، رابعا وخامسا حتى ثامنا التأكد من مدى الثقة بالنتائج التي تم التوصل إليها. هذا ما شفناه في بالنسبة للمحاضرة الثالثة، يعني السادسة. أما في السابعة وأخيرا العينات، وسوف نكتفي اليوم بالعينات الجزء الأول، ونواصل في الحصة السابقة، في الحصة اللاحقة إن شاء الله، العينات الجزء الثاني. شفنا العينة العشوائية البسيطة، والعينة العشوائية المنتظمة، والعينة الطبقية. أوكي، شفنا أيضا أنواع العينات، وتعدينا حتى إلى مثلا، خذينا بعض الأمثلة في العينات. وهكذا طالباتي، يعني أوجه لكم وأفسح لكم المجال لكي يعني يجيني منكم الأسئلة التي خصصناها اليوم للمحاضرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. أسامي العلماء، يعني أسامي العلماء موجودين، يعني لازم نكون مع مثلا أسامي العلماء، راهو شيء مش صعب، راهو مش راح نحط لك نقاط ونقول لك مين قال الجملة هذه أو مين قال الكلمة هذه. أنا حتى إذا حطيت لك 4 أسماء متاع علماء، وأنت تختارين منهم واحد فقط. الحمد لله رب العالمين. تفضل، إذا عندك سؤال تفضل. طالبة رقم
دكتور عندي سؤال على الواجب إذا أمكن، صحيح المحادثة مو مفعى على عندنا. لازمني نقعد ندخل يعني، هو صعب راهو يكاد تكون استحالة أني نشوف أسئلتكم الكل. طالبة رقم 166، أنا في انتظار سؤالك حتى في الواجب إذا أمكن. أنواع المعرفة إيه؟ أها أوكي، خاصة وعامة. ما المشكل في هذا؟ ما فهمت. أي المعرفة يا إما تكون معرفة خاصة أو معرفة عامة، يعني شيء منطقي راه. المعرفة يا إما عندك معرفة عامة بالشيء، معرفة عامة، وعندك معرفة خاصة بشيء مخصص لك. يعني أنا مثلا متأكد اللي أنت مثلا إذا الطالبة هذه طالبة رقم 166 هي تعمل في دروس أو اختصت في الموارد البشرية مثلا، هي عندها معرفة عامة بالفصول الكل، ولكن اختصاصها عندها معرفة خاصة أكثر بالموارد البشرية. فهمتني يا طالبة رقم 166؟ أنتقل إلى طالبة أخرى أظن عندها سؤال. ممكن يا دكتور تنزل مرفق أسئلة مراجعة مع المحاضرة 14 عشان نعرف طريقة أسئلتك بعدما نذكر. يا طالبة رقم 374، الطريقة واضحة راي، علاش تحب تعرف طريقة الأسئلة متاعي؟ طريقة الأسئلة متاعي أنا أعطيتها لك في الواجبات أولا، ثانيا طريقة الأسئلة متاعي زي طريقة الأسئلة متاع الدكتور إكس والدكتور واي والدكتور إم والدكتور إتش والدكتور الكل الدكاترة. عندك سؤال وعندك 4 اختيارات، يعني طريقة شنو الطريقة؟ تتصوروا أني راح أعمل لك مثلا بيت وأنت تدخل في البيت وتقعد تفتش على الغرف لا يعني مش صعبة، هي سؤال و4 خيارات فقط. طيب كما قالت 978 الطالبة، خطوات المنهج التجريبي هل يجب حفظها بشكل متسلسل؟ نعم، هذا سؤال أقدر أن أجاوب عليه بنعم، لأنهم هما خطوات. كما قلت لكم أو لكن في محاضرة سابقة أتذكر هذا، أن الخطوات زي المدرج، يعني زي ما أنت طالع فوق الدرج، يعني الدروج. أوكي، ما تقدرش تمشي من الخطوة الأولى للخطوة السابعة، استحالة. هذا مش إنسان، هذا عنده قفزة متاع إنسان غير عادي. يعني ما تقدر تمشي من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثالثة إلا ما تتعدى من الخطوة الثانية، هذا شيء عادي. فيجب عليكم حفظ خطوات المنهج التجريبي بتسلسل. أوكي، والله سوف تكتشفون كيفية إعطائي الأسئلة يوم الاختبار. ما نقدرش نعطيكم طالبات، ما نقدرش يعني ما تجرحونيش، ما تطلبوش مني شيء أنا غير قادر أني نعطيه. الإدارة واضحة، واللي أعطوني الثقة كانوا معايا واضحين، وأنا يجب علي أن أكون في مستوى تلك الثقة التي أعطت إلي. أنه هذا ما نسميه بأخلاقيات الأعمال، احترام مدونة المنظمة واحترام القواعد التي تعمل بها المنظمة. فالمنظمة اللي أنا أشتغل عندها قالت لي دكتور حسان ما تعطي ولا شيء على الاختبار سوى من قريب أو من بعيد. فبليز يعني بليز ما تحرجونيش، لأني لست بقادر لإعطاء كيفية إعطاء الأسئلة، يعني سامحوني. يقدر يجي، يقدر يجي نقطة ثالثة مثلا، هل هي تتتا 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 أم تتتا؟ تقول أنت هي تتتا. أوكي، استحالة
الاستنتاج والاستنباط نفس ال طالبة رقم 374. نعم، مادام حطيتكم الاستنتاج وحطيت يعني أضعت قوسين فهي نفس الأشياء يعني. نفس الشيء نفس الشيء، ما نفس الشيء. طويل شوية السؤال، رقم طالبة رقم 463، ولكن ما في مشكل، أنا هنا لكي أجيب على كل الأسئلة. قصرت طولها أم كانت طويلة؟ أنا هنا موجود لكي أجيب على تلك الأسئلة. باي، هل يمكن أن يكون الباحث أثناء جمع البيانات عن طريق الملاحظة المباشرة بالمشاركة أن يكون موظف بنفس المكان؟ لا، لا يمكن أن يكون موظف بنفس المكان. هذا أجبت لك على شطر السؤال. وكيف له أن يختار العين التي سوف يجمع منها المعلومات وبنفس الوقت تكون عشوائية وموضوعية مع العلم أنه يعرفهم الموظفين؟ لذلك أنا قلت لك لا، لا يستطيع الموظف وهو موظف أن يتجرد من ذاته وأنه يقوم بالشيء هذا. هو عادة الباحث ينتقل إلى منظمة أخرى لكي يقوم بهذه الملاحظة المباشرة بالمشاركة، ولكن يجب أن يقوم بهذا وهو في منظمة أخرى لكي لا يتعاطف مع أي شخص ولكي يأخذ المعلومة بكل موضوعية، لأن الموضوعية إن غابت الموضوعية على موضوع البحث أو على البحث شكلا فقط فسوف تغيب كل المنافع التي من شأنها أن ترقى بهذا البحث إلى مستويات عالية. طالبة رقم 893، أكيد. قالت لي دكتور هل يوجد كتاب مقرر؟ أكيد موجود كتاب مقرر، افتح الوحدة التمهيدية. أنا لما طالبة أو طالب يعطيني سؤال مثل هذا، والله العظيم أظن أنه وكأنه إنسان يصب علي سطل مية بارد يفشلني، أفشل يعني، نحس نفسي وكأني مت يعني. توا طالبة لما تسألني أنت هل يوجد كتاب مقرر، أعطيتني الدليل أنك ما درستش على الأقل التمهيدية أول أو أول الدروس اللي أعطيتها التمهيدية. في التمهيدية فما كتاب المقرر فيه، ما كيفاش؟ هل من الممكن أن أعطي سلايدات بدون كتاب مقرر؟ إن شاء الله كنت أجبت على سؤالك طالبة رقم 893. ما في شيء، ما في ولا شيء محذوف. طالبة رقم 293، ولا شيء محذوف، كل شيء إن، ما في ولا شيء out. إن شاء الله. أنا مصدقك طالبة رقم 893، وربي يعطيك النجاح، أنا مصدقك. طالبات، هل من أسئلة أخرى؟ هل في أسئلة؟ هكذا أظن أنه شكرا لكم، وإن شاء الله يا ربي تنجحوا الكل، وإن شاء الله ما تتعرضوا ولا صعوبة في الاختبار إن شاء الله، مع أمل لقاء بكم في محاضرة مباشرة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم. أذكركم بأنه سوف
نتطرق إلى الشابتر يعني مثل اليوم نعمل 4 فصول المرة الجاية، الفصل 8 والـ9 والـ10 والـ11. أوكي، 8 والـ9 والـ10 والـ11 إن شاء الله. ونركز أيضا على الطالبة 893، طالبة رقم 893، المرة الجاية أعطيني أسئلة على الشابتر 8 والـ9 والـ10 والـ11. أوكي، حضروا أسئلتكم، أنا في انتظاركم إن شاء الله. إن شاء الله إذا عشت إذا خلاني المولى سوف أعود لكم وأجيب على الأسئلة متاعكم، مع أمل اللقاء بكم في حصة مقابلة، في حصة المقابلة المباشرة الجاية إن شاء الله. دمتم بخير، باي.